السلام عليكم ورحمة الله. معلومة في الصيدلية مع دكتور أحمد. من الحاجات اللي قابلناها في الصيدلية وبيبقى كتير ناس متخوفين منها، إن يكون في بيبي جديد لسه مولود في البيت مثلا، وإحنا خايفين نقرب منه، وبالتالي بتظهر بعض المشاكل اللي بيبقى لها يعني حاجات بيحصل منها مضاعفات للبيبي. حاجة شكل يعني ايه، بيجي دايما ناس كتير بعد ما البيبي يتولد مثلا في خلال الشهر الأول، وبعد فترة بعد ما يبدأ يرضع بنلاقي ان في تخوف قوي من انهم يلمسوا البيبي، وجايين بيشتكوا ان بقه او لسانه اللثة، الفم من جوه كله تحس ان هو فيه رواسب بيضاء، وبيخافوا يعني مذعورين. طب ايه الحل؟ ايه المشكلة دي؟ يعني في حاجة غلط. الموضوع بسيط، الموضوع بيتلخص ان دي بتبقى بيترسب زي يعني كل ما بيرضع بيترسب اللبن او الحليب، ده بيبقى موجود رواسب على البق او لسان البيبي او اللثة. الرواسب دي هو مش بيقدر طبعا، لسه مش الدنيا عنده مش مكتملة، والرواسب دي بتسبب نمو بعض الفطريات على اللثة وفي اللسان، فبالتالي هنخش في مشاكل تانية. بالتالي في حلين اتنين لازم نعملهم في بداية عمر البيبي من غير حتى ما تظهر المشاكل دي. مبدئيا هجيب قطعة شاش، قطعة الشاش عادية عادية خالص، مش قطن، يفضل شاش علشان يعني هنعرف ليه. الشاش بتبقى حاجة متماسكة و يعني قطعة صغيرة، وبنحط عليها نبلها بمية، مية معقمة يعني، ممكن المية اللي بنحل بيها المضاد الحيوي، وبعدين بندخل صابعنا بالراحة، ما نخافش، نبقى ندخل صابعنا بالراحة في على لسان البيبي ونمسحه بطريقة في اتجاه واحد كده بالراحة، نمسح اللثة برضو، اللثة من فوق ومن تحت، نحاول بالراحة كده نمسح نشيل جزء من الطبقة البيضاء اللي احنا شايفينها وعاملة لنا قلق في فم البيبي. بعد كده مباشرة هنحط النقط دي بالقطارة، طبعا دي كويسة سهلة الاستعمال، بس دي مكتوب عليها ان هي معلق، فبالتالي محتاجة رجة خفيفة كده، وبعدين نملى نص القطارة ونحطها في فم البيبي على طول، وهو بيبلعها بعد كده مفيش اي قلق. نعمل القطارة دي مثلا 3 مرات أو مرتين في اليوم. التنظيف بالشاشة قبلها ممكن يتعمل مرة واحدة في اليوم. ممكن غير النقط دي لو عندنا يعني نقط اسمها فانجستاتين أو مايكوستاتين أيا كان الاسم. لو مش عندنا النقط دي مش موجودة مش متوفرة عندنا، ممكن نستعمل برضو مايكوناز. مايكوناز كريم نفس الفكرة، وهيفيدنا برضو، بناخد جزء صغير في معلقة جوه صغيرة، وبنستعمل يعني دي ده مختلف شوية، ان في معلقة ممكن ما نعتمدش على المعلقة، يعني مش شرط نعتمد على المعلقة، لسه البيبي صغير طبعا بقه صغير، فناخد تبقى ايدينا نظيفة، وناخد جزء يعني قد حباية الترمس كده من الجل ده، ونحطه نوزعه في على اللثة وعلى لسان البيبي. بفضل طبعا ان احنا نستعمل القطارة، اسهل القطارة، مجرد ان احنا هنملى نص القطارة، يعني دي القطارة هنملى نص القطارة بس، وبعدين نحطها في فم البيبي وهو بعد كده يبلعها عادي مفيش اي مشكلة. ودي بتحل مشكلة النيونيتس أو الأطفال اللي هم لسه مولودين، ودايما في طبيعي إن لازم يكون عندهم ترسبات، بعض الترسبات من اللبن أو بعد الرضاعة بتلاقي ترسبات في الفم. دي حاجة ما تقلقناش، وده حلها. أتمنى تكونوا استفدتوا بالمعلومة وتنشروها علشان غيركم يستفيد، وما تبقاش سبب قلق للناس اللي هي لسه أول مرة تجرب حاجة شكل كده. المشكلة دي بتظهر كتير في الصيدلية، وبناس كتير بتيجي تشتكي منها، وده حلها. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.